بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. سلام الله عليكم حبيباتي، نتمنى كامل تكونوا بخير. طلت عليكم بوصفرة يعجبت لكم لهنا جبن المثلثات طريقة ولا أروع، وصفة جد اقتصادية ما فيهاش لاسيت سيتريك ما فيهاش بيكربونات، يعني هذا الوصفة حصرية عندي جبتها لكم يعني باش كامل إن شاء الله تسيوها بإذن الله كامل راكم رايحين تنجحوا فيها. هذا الوصفة يعني تديروها في البورك إن شاء الله في المملحات، يعني هذا الوصفة رايحين تلقوها كل حسنة في الشهر الفضيل كما نعرفوا كامل، يعني في شهر رمضان نستغلوا يعني الفرامج ولا الأجبان يعني بصورة كبيرة، ونحبيت نوفر عليكم نقولوا بسم الله وعلى بركة الله. جبت هنا يا حبيباتي المرميطة تاعي وضعت فيها 2 لتر من الحليب، هذاك تاع الساشيات تاع 2500. اديت هنا المرميطة تاعي على النار حتى نشوف الحليب تاعي ادفى، ضروري انكم يعني الخل حتى تشوفوا الحليب تاعكم ادفى باش تضيفوا الكمية تاع الخل. ضفت هنا 4 ملاعق كبيرة من الخل، ديروا الخل اللي كاين عندكم في الدار ديروه سواء درتو الابيض ولا الاحمر كما راكم تشوفوا. وهنايا رايحين نضيفوا المكون السري واللي هو كاس من اللبن، البن هذا كما راكم تشوفوا بالنسبه لهذا البن راح يعطيكم بنه رائعه للفرماج تاعكم، وكذلك رايح يزكي لنا كميه الجبن اللي نستخلصوها من هذا الحليب، يعني رايحين نتحصلوا على كميه مضاعفه كما راكم تشوفوا. هنايا جسمه يبدا يعني الحليب تاعنا يسخن يبدا هنايا ينفصل هذاك الجبن على المصل نتاعو. شوفوا هنايا كيفاش راني نوري لكم بكيفاش نعرفوا بلي راه انفصل، يعني ما لازمش تلقاو الماء تاعو يعني مازال ابيض، يعني تخليوه حتى تشوفوا بلي الماء هذاك ولا رايح للون الاصفر كيما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا هنايا راه انفصل، شوفوا لي هذيك الكميه تاع الجبن، يعني تحصلنا على كميه كبيره وكانه درنا 3 ساشيات ولا 4 وحنا غير بزوج اكياس ولا 2 لتر من الحليب مع هذاك الكاس تاع البن تحصلنا على كميه جبن رائعه. واللي ما عندهاش البن تقدر تعوض بعلبه من الياورت الطبيعي. هنايا مباشرة ما انفصل هذاك الجبن على المصل تاعو جبت هنايا نصفيه بهذه الطريقة. انا درت لهنا استخدمت الصفاية، تقدروا ديروا بشاش، يعني نفضل انكم ديروا بالصفاية مباشرة لانه ما زلنا نضيفوا كمية من هذاك المصل بهذه الطريقة. شوفوا لي هنايا ديك الكمية الله يبارك، قلت لكم يعني هذاك الكاس تاع اللبن خلالي يعني كمية الجبن تاعي يعني كمية الله يبارك. نصفيها هنايا. بالنسبه لهذاك المصل كيما كل مره نقول لكم ما ترميوهش، مازلنا نكملوا به الوصفه تاعنا وكذلك يعني تخبيوه تلموا به المعجنات تاعكم. صبيت هنايا الفرماج تاعي ولا هذاك الجبن تاعي، درته هنايا في طاس تاع البرا، درت له نصف ملعقه صغيره ولا ربع ملعقه من الملح. وهنايا المكون هذا واللي هو خميره الحلويات وضعت نصف ملعقه صغيره، واللي حبت تضيف نصف ملعقة صغيرة من البيكربونات يعني كيما تحبوا ديروا بيكربونات ولا خميرة سي كيف كيف. وضعت هنايا نصف ملعقة كبيرة تاع زبدة ولا لا مارغارين، ماذا بكم نتوما إذا توفرت معكم زبدة حيوانية راح تكون أحسن بكثير. راح نضيفوا هنايا زوج مثلثات هذا تاع الجبن تشيزي، يعني هكذا باش نكهو الفرماج تاعنا ويعطينا نفس البنة يعني تاع هذا الجبن اللي كنت ضفته. نجيبوا هنايا حبيباتي لو بغا ميكسور كما تقدروا ديروا الأشوار، ونبدأ هنايا نميكسي جيدا الخليط تاع الجبن تاعي. وهنايا نجيبو هذاك المصل وهو سخون، ضفت منه هنايا كمرحله اولى زوج ملاعق كبيره من هذاك المصل قلت لكم وهو سخون، ونبقى نميكسي جيدا. بالنسبه هنايا حبيباتي باش ينجح معكم هذا الفرماج ويجيكم املس ما يجيكمش حرش، يعني بزاف منكم اللي ممكن يقعوا في المشكل تاع انه يجيكم شويه حرش ما يجيكمش هذاك القوام الاملس، واللي هي لازم تميكسيو مليح الاولى. ثاني حاجه لازم تخدموا بكلش يكون دافي ولا سخون. ضفت هنايا 2 ملاعق كبيره من هذاك المصل، يعني ضفت زوج ملاعق في الاول وميكسيت جيدا، زدت ضفت زوج ملاعق واحد اخرين ونقعد نميكسي جيدا. ضروري باش تحصلوا على القوام الاملس لازم تميكسيو مليح، يعني انكم تخلطوا مليح ولا ترحيو مليح الجبن تاعكم باش تحصلوا على هذا القوام الاملس، يعني كلش راكم تشوفوا فيه بعينيكم. حتى تحصلت على ذاك القوام الاملس تقدروا تروحوا حتى لخمس ملاعق حتى لستة، اذا لقيتوا يعني مازال لكم شويه ماهوش املس تروحوا حتى لست ملاعق. هنا يا حبيباتي رجعت لهذيك المرميطه تاعي الاولى وضعت فيها كميه الجبن تاعي، ونديه على نار تكون بزاف قليله ونبقى نخلط فيه. هنايا الدور هذا انه نعقمو كميه الجبن تاعنا، يعني يتعقم باش يقعد لنا اطول مده ممكنه كما كنتوا تشوفوا، ما درناش فيه مواد حافظه ما فيش لاسيت سيتريك، لذلك نعقمو باش يبقى لنا اطول مده.
كما تقدروا حبيباتي تعقموها غير على حمام مائي، تقدروا كذلك حبيباتي قلت لكم يعني تعقموها غير على حمام مائي، يعني المرميطة تاعكم ما تكونش خلاص ملامسة للنار، تبقاو هنايا تخلطوا باستمرار واحد زوج دقائق حتى لثلاث دقائق حتى تلقاو الجبن تاعكم يعني ولا أملس وفي نفس الوقت يعني يثقل أمعاكم. هنايا حبيباتي جست ما تنحيوه من على النار تديوه يعني لهذاك الطاس تاع البراميكسر وزيدوا تميكسيوه مليح باش تتحصلوا على القوام الأملس. كما راكم تشوفوا هنا يا حبيباتي زدت ديتو هذاك الطاس تاع البرا وزدت ميكسيتو مليح حتى لقيت القوام تاعو يعني ولا لي املس. جبت هنا يا حبيباتي العلبه تاع الجبن المثلثات هذاك تشيزي، فرشتها بالبابي فيلم كما كنتو تشوفوا هكذا باش كي نوضع الكميه الجبن تاعي ما رايحش يلصق معايا في هذاك في العلبه هذه. ومن جهه واحده اخرى زدت انتم اذا توفرت معكم يعني دوبوات من هذاك الجبن تاع المثلثات ديروه غير فيه، فرشوا فقط ببابي فيلم وتصبوا فيه كميه الجبن تاعكم. بالنسبه هنا يا حبيباتي كي راح نديروا هذا في هذا المولي يفضل اني ننصحكم الانوانيه من بعد كي جيت ندير موليه لصقلي، لذلك نتوما زيدوا هذاك اي بورتمونجي تاعكم ولا هكذا مول كيما راكم تشوفوا زجاجي فرشوه بلو بابي فيلم احسن من انكم تدهنوه بالزيت. يعني انا عطيت لكم كل التفاصيل ما من الاخطاء اللي نوقع فيها، نحبكم يعني كامل ما توقعوش في نفس الاخطاء. هنا يا حبيباتي تفرشوه بابي فيلم وتفرشوا يعني وتصبوا هذاك الجبن تاعكم، تسويوه هنايا الوجه تاعو بهذه الطريقه، تغلقوا عليه ضروري انكم تغطيوه باش ما يديلكمش هذيك لاكوش، وتديوه للثلاجه تبيتوه الليله كامله الغدوه هذيك باش نخرجوا معاكم ونقسموا وتشوفوا النتيجه تاعو النهائيه. وهاي لكم هنا يا حبيباتي بعد ما بات يعني بيتو ليله كامله في الثلاجه، جيت هنا يا شوفوا هنا يا حبيباتي هذاك اللي درت له البابي فيلم يعني راه يتنحى معايا بكل سهوله، نحي له هذاك لو بابي فيلم بهذه الطريقه ونقلبه مباشره في الصحن تاعي وتشوفوا معايا كيفاش راح نقسمه ونتحصل على اروع جبن مثلثات ممكن تجربوه. يعني هذا راهو جبن حقيقي ماهوش تحضيره جبنيه، كما كنت نقول لكم حبيباتي جبن حقيقي 100% يعني كله فوائد وحاجه صحيه لينا ولوليداتنا، بالاخص اذا توفرت معاكم يعني هذيك الزبده الحيوانيه صدقوني يعني رايح تكون قيمه غذائيه ما شاء الله، ديروها وعينيكم مغمضين. وصفه رائعه جدا كما كنت نقول لكم جبن حقيقي هذا ماهوش تحضيره جبنيه، كما شفت بعض من الوصفات تدلك زوج انواع ولا ثلاث انواع من الاجبان في هذا الجبن، وتدلك كذلك مع بيش انا شحال من مغرفه فارينه وتقول لك راني خرجت جبن مثلثات، انا جبت لكم يعني جبن حقيقي ماهوش تحضيره جبنيه، يعني هذا الجبن رايح ديري حاجه بنينه وحاجه صحيه لوليداتكم. قلت لكم بالاخص اذا توفرت معكم يعني الزبده الحيوانيه، انا كي تتوفر معايا في الدار يعني نحضروا بهذا الزبده الحيوانيه باش يكون يعني قيمه غذائيه اكثر واكثر. بالنسبة حبيباتي طريقة الاحتفاظ به يعني تخليوها غير في الثلاجة بالنسبة لمدة الاحتفاظ من أسبوع حتى العشر أيام يعني حتى الأكثر، يعني نتوما والثلاجة تاعكم والدرجة التبريد تاعها، تستخدموا في المملحات في البوراك في الأطباق الرمضانية في يعني في كل حاجة يصلح هذا الفرماج اللي قلت لكم بزاف بنين، الأهم أنه يعني خلافا على القوام تاعو بنتو من أروع ما يكون، قلت لكم جربوه وعلى ضمانتي. نتمنى حبيباتي تبارطاجيو لي الوصفة تخليو لي جيم اشتراك في القناة ونقول لكم سلام.